بسم الله الرحمن الرحيم. سوف نتحدث معكم اليوم عن أحدث الاكتشافات الأثرية في مصر، وهي مقبرة فرعونية وجدت بمدينة الحسينية بمحافظة الشرقية، منحوتة من حجر واحد وتزن 65 طن. فضلا وليس أمرا، ابقوا معنا حتى النهاية. أنهت البعثة الأثرية العلمية برئاسة أحمد شعيب، مدير عام الإدارة العامة للترميم بشرق الدلتا، من أعمال فك ونقل مقبرة أثرية تم العثور عليها داخل قطعة أرض بمدينة الحسينية بمحافظة الشرقية. وقال دكتور أيمن عشماوي، رئيس قطاع الآثار المصرية بوزارة الآثار، أنه تم الكشف عن هذه المقبرة أثناء عمل جسات أثرية في المنطقة بناء على طلب أحد المواطنين، والذي أراد عمل توسعة لمنزله الموجود بجوار قطعة الأرض التي تم الكشف بداخلها على المقبرة. وطبقا لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983، وتعديلاته بقانون 3 لسنة 2010، قامت بعثة أثرية من الوزارة بعمل جسات في هذه المنطقة للتأكد من وجود شواهد أثرية بها من عدمه. وأكد دكتور عشماوي أن أعمال الحفر الأثري أسفرت عن وجود هذه المقبرة الغير محدد بعد هوية صاحبها حتى الآن. وأوضح غريب سنبر، رئيس الإدارة المركزية للترميم، أن المقبرة المكتشفة عبارة عن مقبرة صخرية مبنية فوق دكة تتكون من مجموعة من الكتل الحجرية، مما يدل على أنها كانت قد نحتت في الجبل في مكان آخر، ثم نقلت خلال العصور الفرعونية المتلاحقة إلى المكان الحالي. وأوضح سنبل أن المقبرة عبارة عن كتلة واحدة من الصخر تزن حوالي 65 طن، عثر بداخلها على تابوت حجري ربما يكون من البازلت أو الديوريت، كما حفر على أحد جوانبها بقايا نص هيلوغريفي. وأوضح دكتور عشماوي أن تلك المقبرة يعود أول اكتشاف لها إلى خمسينيات القرن الماضي بواسطة العالم الإنجليزي بيتري، ولكن غطتها الرمال إلى أن أعيد اكتشافها الآن. وقال سنبل أنه بناء على قرار اللجنة الدائمة للآثار المصرية تم نقل المقبرة الصخرية للمخزن المتحفي بمنطقة صان الحجر بمحافظة الشرقية، تمهيدا لترميمها وعمل الدراسات اللازمة لها لمعرفة صاحبها والعصر التاريخي الذي ترجع إليه. وفي آخر الفيديو أتمنى أن ينال إعجابكم، وشكرا لكم حسام عرفان.